مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم ونشكر الزميل رأفت رافد على هذه الجولة الممتعة ضمن أسواق مدينة كربلاء المقدسة. وشاهدنا قبل قليل هذه المشاهد المفرحة واللي حقيقة نقلنا بها بعض من الجوانب الخاصة بحياة أصحاب المحلات وكيف يصورون ذلك الجانب، ولكن ما تجاوزنا على خصوصية تلك الشخصيات باعتبار أنه هناك حياة خاصة وهناك بعض التفاصيل الخاصة اللي ممكن أنه يضعون حد لها، حتى وإن كان هذا التصوير للبرنامج بالتأكيد يسمح بجانب محدد من التقاط تلك الصورة، ولكن هذه الخصوصية فقدت عند بعض الشخصيات اللي وصلوا إلى مرحلة تجاوزوا بها هذا الموضوع. فهل جربت أن تستيقظ ولا يعلم بذلك أحد؟ تأكل وجبة من المطعم ولا تصورها؟ يعجبك سطر جميل من كتاب ولا تشاركه مع أحد؟ تقف أمام بيت شعري رائع ولا تكتبه ولا تشاركه؟ هل جربت أن تضع هاتفك على العام لأنه لا يوجد بهذا العالم من سوف يزعجك؟ هل جربت أن تنفذ بطارية هاتفك ولا يهمك إن ظل مغلقا لساعات طويلة؟ هذه الخصوصية وهذه الأشياء اللي بسيطة جدا اللي هي ممكن تكون خاصة بالفرد نفسه أصبحت هناك، يعني خلينا نقول لا توجد ملامح للخصوصية ولا توجد حدود للخصوصية. البعض بدأ يشارك هذه الخصوصية، فما أعرف رأي زميلتي بهذا الموضوع اللي حقيقة طرحناه على الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية، وجدنا مجموعة من التعليقات، ولكن قبل أن نتعرف على هذه التعليقات خلينا نعرف رأي زميلتي بهذا الموضوع. ما هو رأيكم بالخصوصية وحدود الخصوصية؟ يعني قصدك مشاركة الحياة الخاصة على السوشيال ميديا مثل هذا السؤال اللي طرحناه على الموقع الرسمي لقناة كربلاء الفضائية. يعني حقيقة أنا ضد هذا الشيء، يعني العائلة مثل ما نقول خط أحمر لها خصوصية. احنا للأسف الشديد اليوم نلاحظ كثير من الناس يعني نشرون صورهم الخاصة، صور العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي. أنا مو ضد هذه الفكرة، إذا كان هناك شيء يستفاد منه المجتمع لا بأس، يعني من واحد ينشر مقاطع فيديو فيها نوع من التوعية يعني للمتابعين لا بأس، لكن مو اليوم أنا أنشر التفاصيل الخاصة والتفاصيل الصغيرة للعائلة على السوشيال ميديا. أنا ضد هذا الموضوع. أحسنتم. نعم. طيب هذا رأيكم الخاص، خلينا نتعرف على آراء المشاركين ضمن الصفحة الرسمية لقناة كربلاء الفضائية واللي حقيقة جاءت آراء مختلفة حول هذا الموضوع. خلينا نتعرف على رأي الفجر والتي تقول: عزيزاتي وأخواتي مقدمات استوديو كربلاء، ليس بالضرورة أن يكون نشر الشخص ليومياته على حسابات التواصل الاجتماعي ومشاركة الآخرين بها عدم احترام للخصوصية، وإن كانت ذات طابع توعوي لبعض أفراد المجتمع لا بأس بها، مثلا إذا كانت دينية أو علمية هذا يكون أنسب وأفضل. دمتم بحفظ الرحمن ورعايته دائما المتألقين. شكرا جزيلا يا أختنا الفاضلة، وأعتقد هي مشابهة لرأيك. نعم، تحترم الخصوصية ولكن تنشر أو مع نشر بعض المعلومات إذا كانت لا ذات فائدة. هذا. نعم. طبعا من نور الزبيدي تقول: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. للأسف أصبح بعض الناس يشاركون حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، هالشي خطأ، لازم كل شخص يعزل حياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يمنع الكثير من المشاكل. صحيح، يعني اليوم بسبب مشاركة العديد مشاركة حياتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يعني أصبحت كثير من المشاكل هناك، فإحنا لماذا في غنى عن هذا الشيء؟ خلي تكون هناك خصوصية للحياة الخاصة خاصة العائلة. رقية تقول: برامجكم هادفة وتوعوية للمشاهد، شكرا جزيلا. حسين الكربلائي يقول: ضد هاي الفكرة لأن أكو أسرار للعائلة وما يصير أنشرها
تحية طيبة لكم يا قناة كربلاء الفضائية. نعم. أيضا من خادمة الحسين تقول: أكيد حالة سلبية وبائسة تهتك الستر ولا تتلائم مع التربية الإسلامية التي جعلت للإنسان حالة من الخصوصية، وكانت أخلاق الأولياء والصالحين موزونة، أما ما نراه من فوضى شيء لا يليق على الأقل بالمسلم الكل. تنشر وتظهر الأطفال المرأة وحتى الرجل، أين الخصوصية أو أين خصوصية العائلة؟ شيء مزعج للغاية. أيضا أفراح الكظماوي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أختنا الفاضلة. الصلاة والسلام على محمد وآل محمد. الحياة الخاصة لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم لأنها تخص الشخص نفسه ومن يعيش معه، لا يطلع عليها العامة، وإذا نشرت أمام الملأ وكانت مشكلة صغيرة أصبحت كبيرة بالفعل، وتنتهي إلى الأسوأ وإلى ما لا يحمد عقبة. أحسنتم يا أختنا الفاضلة على هذه المشاركة وهذا التعليق. نعم. من عين النسر يقول أو تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إن وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانت بيد العاقل فهي نعمة من نعم الله لمعرفة الأخبار وما يحيط بالشخص نفسه، ووسيلة للمعرفة، وجعلناكم شعوب وقبائل لكي تتعارفوا. أما إذا كانت بيد غير العاقل فسوف تكون وسيلة لهدم البيوت وموت العقول. أحسنت، الله يبارك بكم. أما أم علي تقول: ضد هذه الفكرة، فالعائلة لها خصوصيتها، ولا تكلمني إلا بالحق، ما يجوز أو لا يجوز التكلم بالأمور الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اليوم أغلب آراء المتابعين والمشاهدين الكرام هي ضد فكرة أنه مشاركة اليوم الحياة الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن مثل ما قلنا هي خصوصية للفرد وللعائلة. أحسن. نعم. أيضا من التعليقات الأخرى عبد الزهر يقول: لا بأس إذا كانت في تبادل الآراء والخبرات وغيرها. يا إلهي أدركني تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام يا أختنا الفاضلة. طريقة مبتذلة لكسب المال لا أكثر ولا أقل، من خلال الإعجاب والتفاعل والتعليق والمشاركة. أما أحمد يقول: لماذا تسمى خصوصية عندما تنشر لا تعتبر خصوصية مثل نشر مسيرة حياته؟ إذا كانت هذه هي أبرز التعليقات، وأعتقد هو بالفعل هناك حدود فاصلة، لازم يكون الشخص عنده دائرة من الخصوصية يحيطها بنفسه، على الأقل خلي أقول الحياة الخاصة، عائلتي، خلي تكون مثلا حد فاصل. لا بأس مثل قبل قليل ذكرت إحدى الأخوات نشر الأمور الدينية، هذا من باب التوعية، من باب حتى الناس تتشجع على هذا الموضوع. ولكن في بعض الأحيان أيضا من ضمن التعليقات وردت قالت: هناك في بعض الأحيان حتى لو أنشر مشكلة صغيرة راح تكبر، باعتبار أنه راح تكثر بها الآراء. صحيح صحيح. نعم. الله يبارك فيك. إذا مشاهدينا الكرام، تحياتنا لكم على هذا التواصل فيما بيننا وبينكم، وأكيد هذا واحد من أسباب نجاح صباح كربلاء.